الحقيقة كتير من الناس دلوقتي بتتجنب فكرة الجواز، وبيحسوا ان الارتباط ده بيكون زي كده الحمل الثقيل على قلبهم. ممكن يكون ظروف صعبة، ممكن يكون خوف، ممكن يكون اسباب كتير جدا. هل ده بقى خوف طبيعي ولا لا؟ ممكن يكون ده انواع او نوع من انواع الفوبيا ولا لا؟ هنعرف النهاردة ايه هي فكرة الارتباط، ان الناس دايما بتستبعد فكرة الارتباط والجواز. هل ده فوبيا من انواع الفوبيا اللي ممكن ناس كتير قوي يقول لك لا انا مش عايزه اتجوز، انا بخاف من الجواز، انا بخاف من الارتباط؟ بنشوف ناس كتير قوي الفتره دي بتتكلم بالمنظور ده او بالشكل ده. معانا النهارده ضيفتنا اللي هتكلمنا في كل التفاصيل دي، ضيفتي النهارده مها مجدي، استشاري العلاقات الزوجيه والاسريه. اهلا بيكي منوره. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يمكن انا بقول دلوقتي ان بقينا نشوف شريحه كبيره جدا من الناس، انا خايف اتجوز، انا خايف ارتبط، انا خايف من الحب. فالنهارده عايزه اعرف ايه الفرق بين الفوبيا اللي هي فوبيا الجواز والارتباط والخوف. لا، هي الفوبيا بتاعت الجواز او زي ما بيسموها الجاموفوبيا، يعني اللي هي او رهاب الزواج، هي دلوقتي ان البنات كلها والرجاله بالظبط، احنا سقف توقعاتنا بيبقى عالي جدا قبل الجواز، فاول ما بنفكر ان احنا نتجوز بنتصدم بالواقع اللي هو الطبيعي النورمال. فاحنا علشان كده الخوف العادي اللي هي المسؤوليه، البيت بالزبط. انا بقى مسؤوله عن راجل، انا بقى مسؤوله عن واحده، انا مسؤوله عن المصاريف، اللي هو العادي. تمام. ده بقى ايه؟ ده اللي كل الناس عارفاه. بالظبط. الجديد بقى الفوبيا اللي انا مش عايزه، هو لا انا مش عايزه اي حد يدخل حياتي ولا عايزه اي علاقات من كتر الكيسز اللي حوالينا. حقيقة. كميه الطلاقات، وطلاقات بقى بنشوف اسبابها ايه، تلاقيه خيانه، تلاقيه الزوج مثلا مش كويس مع زوجته لكن كويس بره البيت جدا. بنلاقي مشاكل كتير جدا، فهي دي المشكله اللي بتخلينا كلنا مش عايزين نتجوز. فوبيا من الموضوع. الحقيقه دلوقتي بنشوف يعني ستات ورجاله، بنات واولاد، الاثنين عندهم فوبيا من الجواز. طيب احنا بنشوف ان دايما ان الولاد او الرجاله هم اللي بيعملوا اضراب عن الجواز، عايزين يعيشوا باحرار، يعيشوا بطبيعه، ما يبقاش مسؤولين عن حد. بس دلوقتي بقينا نشوف واحده بتحقق ذاتها، بتشتغل، بتضرب عن الجواز، مش عايزه اتجوز، وكمان خايفه من الجواز. رأيك ايه النهارده اللي احنا بقينا نشوف الرجاله والستات فيهم القصه دي؟ بس هي في بنسبه كبيره، انه حتى يعني جمعيه علم النفس الامريكي يعني اثبتت انه نسبه 60% من الستات هي اللي عندها فوبيا الجواز. طبعا. بس فهي الستات مش لاقيه، يعني سوري مع كامل احترامي للرجاله، هي الست دلوقتي مش لاقيه السند، مش لاقيه الضهر، الشريك المناسب، مش لاقيه بالظبط كده، مش لاقيه راجل تكمل معاه حياته، فطبيعي فهي بتبقى خلاص خايفه تاخد الستيب دي علشان خايفه من اللي هيحصل بعد كده. طيب قلنا فكرة انتشار قصة الطلاق الأوقات دي، ففي ناس كتير قوي بقيت تربط الأحداث ببعض، وبقيت عندها زي ما بيقولوا كده عقدة، أنا خايفة أتجوز عشان حالات معينة حواليا، أنا خايفة أتجوز عشان سمعت معرفش إيه، عشان فعلا ارتفاع نسب الطلاق اللي بقى ملحوظ في الفترة الأخيرة. طيب في عوامل أخرى اجتماعية أدت إن تخلي البنت كده في سن صغير أنا مش عايزة أتجوز، تبقى البنت زي الفل وجاية لحد كويس، مش عايزه. دي حاجه مرعبه، لان انت شايفه برضو شريك كويس او حد داخل عايز يتجوزها او راجل كويس، هي برضو مش عايزه. ممكن يكون في مشكله في الاهل، البيت نفسه مش مستقر، هي عندها مشكله ان شايفه مثلا باباها بيزعق لمامتها، خناقات طول الوقت، في مشاكل في البيت، اختها مش كويسه مع جوزها، فبتبقى حاجات من الاهل او من الصحاب، عدم استقرار الاسره ده بيخلي ممكن البنت تضرب على الجواز او الولد طبعا يعمل اضراب عن الجواز. طيب مها، يعني هتوقف عن النقطه دي او عن الاجابه دي وهسالك سؤال واضح وصريح. النهارده بتقولي لي ان في ناس كتير بيكونوا ما عندهمش استقرار اسري، فده بيترتب عليه ان البنت والولد هنا بيضربوا عن الجواز. طبعا. ازاي اعالج ده او ازاي اصلح كل المفاهيم دي عند البنات اللي في سن صغير 15 و16 سنة، يعني لسه في نشأة تكوين الشخصية؟ ما هو في بقى علاج بالحوار ان هي والتعرض، دول اكتر حاجة شائعة في الموضوع. العلاج بالحوار والتعرض، ان انت تتعرضي لمواقف كتير، يعني تتعرضي بقى المواقف، تحاولي تخشي جوه الموقف وتشوفيه من وجهة نظرك انت، بلاش من وجهة نظر او تحكمي مثلا من الكيسز اللي حواليكي، فخشي من وجهة نظرك انت. والحوار ان انت لو الموضوع خلاص انت مش قادرة تتخطيه، انك تراجعي بقى دكتور نفساني، انك تراجعي لايف كوتش، انك تراجعي حد يبقى مختص في الموضوع، حاولي يخرجك من اللي انت فيه. دي اكتر حاجه ممكن تخلي الموضوع خلاص هي ستيبل اوريدي. طيب عشان برضو نقول لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده، دور العلاج النفسي اللي ممكن يساعد اشخاص ممكن تتخطى فكره الفوبيا والخوف من الارتباط، العلاجات النفسيه دي او السيشنز دي بتبقى عباره عن ايه؟ بصي، هو في سيشنز انك تنصحي بيها، وفي السيشنز نفسها ادويه، فهو مش أدوية. بلاش نخش الليفل مهدئات وحاجات طبعا دي، لان الموضوع بيبقى فوبيا دي كلمه مش قليله خالص. بس لكن ممكن بقى تنصحيها تعمل مديتيشن، يوجا، تاخد نفس عميق، تهدى شويه، تلعب رياضه،
انشطه بدنيه بقى ايا كانت، كيك بوكسينج تطلع فيها شايفه ان الحوار حاجه بتساعد جدا على تخطي فكره الفوبيا او الخوف من الجواز. دي حاجه افكتيف جدا طبعا. الرياضه والانشطه البدنيه، اي بقى لعبه هي بتحبها، كيك بوكسينج، سباحه، بولينج، جولف، اي حاجه بقى هي عايزاها تحبها ممكن هي تتجه ليها. يعني تتجه شويه في الرياضه وتغير منظورها من الخوف وتغير مودها وتحسن نفسيتها وتبقى حتى داخله بشكل جديد ان هي عايزه تدخل ريليشن كويسه. طيب قلتي لي الخوف من الاسر او العلاقات الهيزيتيتد اللي بتبقى موجوده النهارده في الاسر المصريه، واحده شايفه ان هي مش والدتها او باباها مش مستقرين في البيت، على طول خناقات، ايه العوامل الاجتماعيه تاني اللي ممكن اي بنت واي ولد النهارده ده يؤثر عليهم بالسلب، يبقى عندهم دايما حتى لما يكبروا او في المراحل العمريه اللي بعد كده يخافوا من الجواز والارتباط؟ الضغط بقى، فكره ضغط كمان الاهل في البيت ان طول الوقت اتجوزي اتجوز، عايزين نشوف لك حته عيل، كلمه اللي بتتقال على طول وطول الوقت. ففكره الصحاب، يا بنتي كل الجروب اتجوز ما فاضلش غيرك، يا ابني كل اصحابنا بقى معاهم عيال، انت الوحيد اللي لسه ما اتجوزتش، فده بيولد جوايا ان انا طب ما هي برضه عايزه اقول لك على حاجه. طيب ما هو في امهات كتير قوي بتشوف برضه، يعني احنا في الجيل بتاعي الثمانينات بنشوف ان انا اتجوزت 19 سنه، الولاد 23 4 25. طب دلوقتي انا بقيت اشوف يعني بنات في سني ومن كميه الحاجات اللي طب ما الاهالي برضو ليهم عايزين يشوفوا اولادهم مستقرين في البيت، بس يعني مش أنا بالضغط. ما هو انا عايزه اشوف بنتي مستقره بس مبسوطه، مش مستقره وتعيسه في حياتها، فطبيعي ما اضغطش عليها، اسيبها تاخد وقتها وفرصتها. والجواز مش نهايه العالم، يعني هو مش نهايه الكون ان هي تتجوز، ما هي ممكن تبقى محققه ذاتها وحلوه وجميله وكويسه جدا في شغلها. بس فلما هتلاقي كل البعد عن فكره ان انا مش هتجوز او مش هرتبط او الولد كمان بنشوف كده، اما الاقي حاجه مناسبه اكيد هو انا هلاقي نفسي في الاول والاخر مرتاح، فخلاص هطمن وهبدا احط الفكره في دماغي. طيب نقدر نساعد شخص ازاي لما اشوف النهارده واحدة قدامي صديقة ليا، واحدة مقربة ليا جدا، واحدة قريبتي عندها فوبيا من الجواز، تقول انا مش عايزة اتجوز، مثلا حد من الاقارب اخويا مثلا يقول لك انا مش عايزة اتجوز، مش عايزة اربط حد معايا، مش عايز اخلي واحدة تدخل معايا وانا لسه مش مستقرة نفسيا، الحالات اللي زي دي انت تقدري تساعديها ازاي؟ او احنا كاقارب او دورنا مثلا كاخته او مثلا اصحاب او كده، اقدر اساعد الناس دي ازاي؟ هل بالحوار ولا هنا لما الاقي الموضوع تمادى لازم يعني يبقى في استشاره طبيه او نفسيه؟ لو تمادى طبعا يبقى لازم في استشاره، لو الموضوع خلاص اوفر جدا والموضوع وصل خلاص لاقصى حاجه يبقى لازم في استشاره طبيه. لكن لو انا هنصح نصيحه، هنصح نصيحه من الجوانب الايجابيه، اخد الايجابي في الجواز. الجواز مش كله سلبي. خلينا معها كده نقولها يعني بوينت كده مثلا واحده واحده، اول بوينت ايه، ثاني بوينت ايه، اقولها له بحته اللي ايه اللي تفتح نفسه يبقى فيه عوامل ايجابيه يخليه ممكن يغير منظور فكره انا مش عايزه اتجوز، انا عندي فوبيا من الجواز، انا خايفه من الجواز، الحاجات اللي هي الشائعه اللي احنا بنسمعها دلوقتي. طبعا لا يعني على الاقل هتفتح بيت هيبقى بتاعك، هتبقى في واحده مسؤوله منك، هيبقى في ود ورحمه ومحبه في البيت، الحياه هتبقى هاديه. يعني نتكلم عن الجوانب الايجابيه للجواز، لان كل الناس اللي بتشوفيهم وبتقعدي معاهم ما بيتكلموش غير في الجوانب السلبيه. طبعا اي حد تقولي له بص دي عملت ايه، بص دي حد تقولي له انا مش عايزه اتجوز يقول لك انت كده جميله، انت كده برنس زي ما بيقولوا، بس فهو ما بيتكلمش على الايجابيات في الجواز، هم طول الوقت مصدرين سلبيات، بس الجواز فيه ايجابيات زي ما فيه سلبيات.